اهلا بكم مره تانية يا شباب، معاكم باشمهندس روماني من قناه ستيبس اكاديمي. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو بلجنز الفلور جنريتور. زي ما احنا عارفين البلجنز ده مهم جدا لعمل اي ارضيات او تجاليد في الحوائط. يعني لو جينا مثلا نشوف فراغ زي كده مثلا، او اي فراغ عامه، لو احنا عايزين نعمل ارضيات باركي، عايزين نعمل سيراميك بورسلين، عايزين نعمل بلاطات الانترلوك اللي هي الشكل السداسي زي ما احنا شايفين كده، هنتعلم مع بعض ان احنا ازاي نحمل الفلور جنريتور وازاي نستخدمه مع بعض. دلوقتي هسيب لكم لينك التحميل في الديسكريبشن تحت، تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نستخدمه مع بعض. اول حاجه طبعا في اي بلجنز هنسطبه لازم ان احنا نقفل ال 3 دي ماكس. يعني زي ما احنا عارفين اي بلجنز هنسطبه لازم ان احنا نكون قافلين البرنامج. اول حاجه هنفك الضغط بتاع الفلور جنريتور، هندوس رايت كليك ونختار ريستراكت تو فلور جنريتور اند مالتي تيكتشر، وهنلاقي هنا ادي الفايل بتاعنا. طبعا هنخش جواه، هلاقي ان في حاجتين، في عندي الفلور جنريتور اللي هو التسطيب بتاع البلجنز، وعندي حاجه اسمها المالتي تيكتشر. دي مهمه جدا عشان لو هنعمل اكتر من خامه في الارضيات. فاحنا نيجي نخش على فلور جنريتور، نخش هنا كمان هتلاقوا ان انا سايب لكم الفلور جنريتور من اول ماكس 2013 لغايه ماكس 22. فانا بما اني شغال ماكس 2021، فانا هاجي اختار الفايل دوت وهاجي اقول له كوبي، وبعد كده هندخل على السي، بعد كده نختار بروجرام فايلز، بعد كده نختار اوتو ديسك، وبعد كده نختار نسخه الماكس اللي احنا شغالين عليها اللي هي انا عندي ماكس 21، وبعد كده هاجي اختار فايل اسمه بلجنز. الطريقة دي ثابتة لأي حد شغال ماكس 13 14 19، أي نسخة. وهاجي ادوس رايت كليك وهاجي اقول له بيست، طبعا هاجي اختار كونتينيو. كده احنا سطبنا الفلور جنريتور. هنيجي بقى نرجع تاني عشان ناخد فايل المالتي تيكتشر، ناخده برضو كوبي، نفس الكلام هنيجي نخش هنا مالتي تيكتشر، وبعد كده هختار نفس الفيرجن اللي انا شغال بيه، فهاجي اقول له ماكس 21، هاجي اقول له كوبي، وبعد كده هخش على السي بروجرام فايلز اوتو ديسك ماكس 21، وهاجي على برضو فايل البلوجنز وهاجي اقول له بيست وهاجي اقول له كونتينيو. انا بالطريقه دي سطبت بلجنز الفلور جنريتور، ودي طريقه ثابته لاي نسخه ماكس من اول 13 لغايه 22 كمان. هنيجي بقى نشوف نفتح برنامج وازاي نتاكد ان الماكس او الفلور جنريتور اشتغل معانا في ماكس 2021. طيب زي ما احنا شايفين يا شباب، احنا فتحنا الماكس عندنا، هنيجي نشوف ونتأكد ان البلجنز اتسطب معانا. هاجي بس هنا هغير المقاس لانه مهم جدا. طبعا عشان نغير اليونت في الماكس باجي على كاستمايز واختار حاجه اسمها يونت سيت اب، وطبعا هي بتكون متعلمه كاستم. هاجي اختار متري واخليه سنتي على حسب المقاس بتاعي. ما انساش برده ان اجي في سيستم يونت سيت اب واروح برده مختار سنتي. طيب عشان نتأكد يا شباب ان الفلور جنريتور اشتغل معانا، اول حاجة ان الفلور جنريتور بيشتغل على الشيبس التو دي، يعني مش هيشتغل على اي مجسم في الجيومتري. فانا هاجي اخش على الشيبس التو دي وهاجي اختار ريكتانجل، ممكن
انا اعتبر ان الريكتانجل دوت هو فراغ او مقاس الاوضه، فانا ممكن اقول له الاوضه 3 متر ونص في مثلا 4 متر. وطبعا الفلور جنريتور لازم يكون الشيبس ال2 دي مقفولين. طيب هنيجي نشوف دلوقتي يا شباب، نيجي عند موديفاير ليست، وبعد كده هاجي اختار هدوس حرف الاف والاقي عندي هنا فلور جنريتور. طالما الاسم ظهر هنا يبقى انا كده البلوجنز اتسطب معايا، لو ما ظهرش يبقى لازم اعيد الخطوات دي تاني واتاكد ان برنامج الماكس مقفول. فانا هاجي اختار فلور جنريتور. بصوا زي ما انتم شايفين عمل تقسيمات للشيبس ال2 دي اللي هو ريكتانجل، وقسمهم بشكل بلاطات زي كده. طيب تعالوا بقى نشوف الاشكال الموجوده في الفلور جنريتور. طبعا انا عندي اول حاجه الفلور باترن، طبعا هنلاقي فيه اشكال كتير. فنيجي نشوف الشكل العادي اللي هو الستاندرد. لو عايزين نعمل شكل الباركيه العادي، فانا عندي هنا الميكس لينس ممكن اخليه مثلا 120 لو هعمل باركيه. فلما خليته 120 سنتي عمل تقسيمات بالطول. هاجي اشوف الميكس ويتس وممكن اخليه 20 او 19 مقاس الباركيه. فانا كده بالطريقه دي قدرت اظبط مقاس بلاطه الباركيه اللي هي الميكس لينس والميكس ويتس. دي تاني حاجة. تالت حاجة في عندي حاجة اسمها الجروتلين، ودي عبارة عن الفواصل اللي ما بين البلاطات. بمعنى ايه؟ انا لو جيت هنا بصوا، في هنا البلاطة مش عاملة مماس مع البلاطة التانية. يعني لو جينا نزود الجروتلين بصوا بقى في مسافات كبيرة جدا. طبعا دي ممكن استخدمها لو تجاليد حوائط، انما لو في الارضيات فانا لازم اقول له خليها لي صفر عشان طبعا تبقى جايه مظبوطه كده. يبقى احنا كده اخدنا الطول والعرض، وعندي حاجه اسمها الجروتلين. في عندي هنا حاجه اسمها المين اوفست. المين اوفست هنا اللي هو ادي عند البلاطه دي، عايز اخلي البلاطه التانيه تبدا بنسبة كام من البلاطة الأولى. يعني مثلا أنا لو خليت النسبة دي تبقى 50%، فبصوا هنا البلاطة دي جت في نص البلاطة الأولانية، يعني خليتها في النص بالظبط. طبعا أنا على حسب، عايز أخلي البلاطة التانية تبعد عن الأولى بنسبة 10%، بنسبة 20، بنسبة 30، على حسب الديزاين بتاع كل شخص فينا. انا في الغالب بسيبها 30 زي ما هي. في حاجه كمان، حاجه عندي اسمها الاكسترود اللي هي ارتفاع الارضيات. لما هاجي ازود كده بص، فممكن حد يسالني يقول لي هل هي ليها اهميه قوي؟ انا ممكن اقول له احنا ممكن نسيبها زي ما هي واحد، لان كده كده الارضيات دي بتتحط على الارضيه الخرسانه بيكون تحتها طبعا الرمل والعلفات، فممكن اسيبها زي ما هي. في حاجه عندي كمان اللي هي زي اتحكم في الشطفه اللي هي البيفل. عندي حاجه اسمها بيفل، لما هاجي ازود كده بصوا كده بقت ارتفاع البيفل بقى عالي جدا. طبعا دي في الارضيات ما ينفعش كده طبعا، فاحنا ممكن نسيبها. خلي بالكم لو احنا عملناها صفر مش هيكون في اي تقسيمات، لان دي تقسيمات السيجمنتس. انا لو جيت لغيتها بصوا بقى عامل زي البلان العادي، فعشان كده انا ممكن اخليها تبقى نص سنتي. بصوا حتى هنا هو عمل تقسيمات عشان يبين العراميس. بالمناسبه دي الفواصل دي اسمها عراميس، اللي بتكون موجوده في السيراميك او الباركيه او الارضيات بشكل عام. يبقى احنا كده اخدنا الطول والعرض، وعرفنا الجروتلين اللي هي الفواصل، والاكسترود والبيفل. عندي حاجه كمان، لو انا عايز اغير اتجاه الباركيه بدل ما هو بالطول عايز اخليه بالعرض، فاحنا ممكن ننزل تحت هنا وهنلاقي عندي حاجه اسمها الدايركشن. لو انا خليته مثلا 90 فبقى بالعرض، لو رجعته صفر تاني بقى بالطول.
ممكن لو حد عايز يعمل باركي 45 فانا هاجي اكتب هنا واقول له 45 زي ما احنا حابين على حسب الديزاين بتاعنا. فانا ممكن نخليه يبقى صفر زي ما هو. في حاجه كمان، لو احنا عندنا مثلا ارضيات اوت دور وعايزين نبين ان البلاطات دي اكنها مخلوعه مثلا او مرفوعه لفوق، فاحنا هنيجي هنا في عندي حاجه اسمها الماكس تايلت هنا. بصوا لما هاجي ازود كده هدوس وافضل دايس هتلاقوا البلاطات، بصوا مركزين كده معايا، بتترفع لفوق. طبعا دي في الارضيات الاول دور ممكن نعملها، بس تبقى حاجه بسيطه قوي، بس مش هيكون في الشكل الستاندرد، هيكون في شكل تاني هنشوفه كمان شويه. ممكن لو هنستخدمها في تجليد حوائط ممكن نخليها مثلا تبقى بارزه كده، ونحن ممكن نحط مثلا اضاءه ليد تحت البلوطه نفسها يعني. فاحنا ممكن نسيبها زي ما هي. ده كده شكل الستاندرد العادي جدا. لما نيجي نشوف بقى الفلور باترن، في عندي شكل اللي هو جاي زي الزجزاج كده، طبعا نفس الكلام اللي اخدناه في شكل الستاندرد. في عندي اللينس، في عندي الويتس، وخلي بالكو الجروت لين هنا اسمها الجروت سايز، يعني لما هاجي ازود كده زي ما احنا شايفين بيزود مسافات العراميس، فاحنا نخليها صفر. نفس الكلام عندي اكسترود والبيفل، هنلاقي برضو عندنا لو احنا لو عايزين ناكد ان البلاطه دي مخلوعه فعندنا الماكس تايلت، ونفس الكلام في الدايركشن لو عايزين نغير الاتجاه. هنلاقي برضو في شكل نفس الشكل دوت، بس في خط طولي ما بينهم زي ما احنا شايفين كده، نفس الكلام برضو طول وعرض. وعندي هنا الزاوية ممكن دي لو خليتها مثلا صفر، بص عمل ايه، خلاه شكل الستاندرد العادي عشان دي بس الخطوة زيادة. فاحنا ممكن نخليها 45، نفس الكلام عندي طول وعرض والاكسترود والبيفل. في برضو الشكل اللي هو الباركيم اللي هو مربعات، طبعا انا عندي هنا اللينس والويتس هم مع بعض. وعندي برضو انا ممكن لو جينا مثلا نزود رقم 3، انا عايز كام بلاطة في الارضية، ده برضو بنستخدمه في اللاندسكيب مثلا او حوالين البسين. طبعا نفس الكلام عندي الاكسترود والبيفل. في عندي الشكل الاخير اللي هو الهكسجون اللي هو بلاطات الانترلوك اللي هو موجود على الرصيف، الارصفة اللي احنا بنشوفها يعني. ودلوقتي في ناس بتستخدمه في الحمامات سواء في الارضيات او في تجليد حوائط. هنلاقي برضو عندي هنا الريديوس على حسب الديزاين اللي انا عايزه، مقاس البلاطة تكون كام. نفس الكلام برضو عندي الجروت سايز، وهلاقي عندي اكسترود والبيف، نفس الكلام في الدايركشن، ودي بنستخدمها اكتر في الاوت دور. يبقى عندي كده اشكال الارضيات. طيب لو حد سالني وقال ان هو عايز شكل السيراميك العادي اللي هو البلاطات او العراميس متساويه مع بعض، سهله جدا. كل اللي هنعمله هنرجع للشكل الستاندرد العادي. ممكن نخلي مقاس البلاطه هي بتبدا من 42 في 42، فاحنا ممكن نقول له في الميكس لينس 60، وفي الميكس ويتس نخليه برضو 60. بس كل اللي هعمله ان احنا هنخلي المين اوفست تبقى 0. يبقى انا كده بالشكل ده عملت تقسيم البلاطات السيراميك. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نسطب البلاجن الفلور جنريتور مع المالتي تيكتشر. طبعا هنزل لكم فيديو للمالتي تيكتشر ازاي نستخدمه، وعرفنا اشكال الفلور جنريتور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واستنونا في فيديوهات تانية جديدة. شكرا.